في اطار الانشطه اللي كينظمها المعهد العالي للصحافه والاتصال وبشراكه مع مجلس طلبه المعهد. هذا النشاط هو نشاط ديال المسابقه الطالب الشهر اللي هي اول مره كتنظم خارج اسوار المعهد، واختارت انها تنظم في عماله مقاطعه سيد البرنوصي. هذه المقاطعه اللي ما لها من تاريخ وفرزتنا عدد من الصحفيين اللي هما دابا كيشتغلوا في عدد ديال المنابر الدوليه والعربيه. المسابقة هي فرصة لتتويج أعمال طلبة المعهد، وكذلك للاحتفال والاحتفاء بشخصيات هذه العمالة العزيزة.